لك الشيخ، ما هي صفات غسيل الميت؟ ايش صفات غسيل الميت؟ غسيل الميت نعم. وبعدين عندنا احيانا لما يموت الميت يتجمعون اهله يقبلونه، نعم. هل هذا جائز؟ اما تقبيل الميت بعد موته فلا باس به، لان ابا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد موته وقد غطي صلوات الله وسلامه عليه، فكشف عن وجهه وقبله. واما كيفيه تغسيل الميت، فالميت اذا مات يوضع على سرير التغسيل ثم يبدا بغسل فرجه وما كان فيه، ولا ينظر اليه، يعني يجعل غطاء فيدخل الغاسل يده من تحت هذا الغطاء ويصل فرجيه الخبل والدبر، ولا يمسهما بيده ايضا، بل يجعل على يده خرقه. فاذا فرغ من ذلك فانه ياخذ خرقه مبلوله ينظف بها انف الميت وفمه عوضا عن المضمضه والاستنشاق، ثم يصل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم راسه ثم رجليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ويكون حينئذ قد أعد ماء فيه السدر، فيضرب السدر بيديه ويخبط حتى يكون له رغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت، ثم بعد ذلك يغسل بقية البدن بالسدر. وعلى حسب حال نظافة الجسم، إذا كان الجسم نظيفا فالمرة والمرتين والثلاث يكفي، وإذا كان غير نظيف ويحتاج إلى زيادة غسل فإنه يغسل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ثم ينشف بثوب ثم تطوى عليه أكثر. أي طهارة؟ الغاسل يعني ليس بشرط، نعم، يعني لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة، لكن العلماء قالوا إن الجنوب لا ينبغي أن يكون حول الميت، لأن الملائكة لا تدخل بيته فيه جنوب، نعم.